تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد العالم يأتي إلى جيبوتي، سطوة الجغرافيا السياسية. الأحداث في المنطقة أو في العالم متقلبة وبعضها صادم، والعالم بيتكلم عن حروب باردة متفرقة أو حروب ساخنة متفرقة أو احتمالات حرب عالمية ثالثة. 2015 إيران دخلت في عملية تسوية مع الغرب، السداسية الدولية 6+1، وصلوا إلى اتفاق نووي. أمريكا قبلت ذلك في عهد الرئيس أوباما، الدول الأوروبية قبلت ذلك، روسيا والصين قبل ذلك، وبالتالي قبلتا ذلك، وبالتالي العالم كله قبل هذا الاتفاق النووي. جاء الرئيس ترامب رفض هذا الاتفاق النووي، وبعدين بدأ يضيق على إيران اقتصاديا، وبدأ يكون في كلام أو تهديد بمنع تصدير النفط كليا من إيران. لو إيران ما صدرتش النفط، ده معناها إن إيران انتهت، لأن إيران كلها قايمة على صادرات البترول. لو ما فيش بترول إيراني هيتصدر، معناه إن الإيرانيين لن يجدوا طعام يومهم بعد فترة قصيرة من الوقت. ده ترقيع تام لإيران اللي هو منعها من تصدير البترول تماما. إيران بتقول لو حصل ده محدش غيرنا هيصدر، لا احنا ولا غيرنا، وحنغلق مضيق هرمز، وإن مضيق هرمز ده إذا احنا ما صدرناش من خلاله محدش غيرنا هيصدر من خلاله، إما أن يكون لمنتجاتنا جميعا، وإما هيكون مش موجود لأي حد، لن يستفيد منه أحد. بتعبير قائد الحرس الثوري، إما أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز أو لا أحد. وبتعبير آخر، لن يمنع نفطنا وحده من الخروج من الخليج. ده معناه إيه؟ إن مش إيران بس اللي مش هتصدر بترول، إنما هنغلق مضيق هرمز، وبالتالي ولا العراق يصدر، ولا السعودية تصدر، ولا قطر تصدر، ولا الإمارات تصدر، ولا الكويت تصدر. كل دول الخليج لن تستطيع تصدير النفط بإغلاق مضيق هرمز. يبقى علينا وعلى جيراننا، وعلينا وعلى أعدائنا، لا احنا هنصدر ولا غيرنا هيصدر. مع هذه الأزمة، لأول مرة من 4 سنين يرتفع سعر النفط إلى هذا المستوى. بدأ بقى سعر النفط يرتفع نتيجة ان في احتمالات لإغلاق مضيق هرمز، واحتمالات ان النفط يشح في الأسواق العالمية. السؤال الأول في هذا المشهد، هل يمكن لإيران إغلاق مضيق هرمز؟ هل إيران تقدر من الناحية العسكرية إغلاق مضيق هرمز؟ عندها 3 وسائل، والتلاتة صعبين. الوسيلة الأولى إنه إيران تغلق المضيق بالألغام، إنها تلغم مضيق هرمز، وهذا المضيق يمكن إنك تلغم مناطق كتيرة من مضيق هرمز. إنما في الواقع لو قامت إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، هناك كاسحات ألغام أمريكية موجودة تقدر تنظف خليج هرمز، وبالتالي استخدام الألغام مش هيكون إلا لتعطيل مؤقت لتجارة النفط من هذا المكان. نمرة 2، زوارق سريعة تجري تهجم على شاحنات النفط اللي تنقل النفط من الخليج إلى العالم. هذه الزوارق تروح تدمر هذه الشاحنات أو تضرب هذه الشاحنات، لكن طبعا ده برضو كمان صعب، لأن الأسطول الأمريكي موجود على مقربة من خليج هرمز، والسفن الحربية الأمريكية موجودة في مضيق هرمز. نمرة 3، يبقى صواريخ مضادة للسفن، يبقى من الأراضي الإيرانية تطلق صواريخ مضادة للسفن. طبعا ده الأكثر تأثيرا، يعني لو هم لجأوا للألغام في المضيق، الألغام سهل جدا تنظيفها بكاسحات الألغام الأمريكية، لو لجأوا إلى الزوارق تضرب هذه السفن المحملة بالنفط، في هذه الحالة ده صعب نتيجة إنه الأمريكان موجودين بأساطيلهم وسفنهم. إنما اللي صعب شوية على الأمريكان هي إن لو صواريخ من الأرض
الإيرانية اتجهت إلى السفن الحاملة للنفط. في الحالة دي هيبقى صعب على الأمريكان أن هم يواجهوا هذه الصواريخ إلا بعد أسابيع من بداية إطلاقها. ده هيبقى أكبر تعطيل لحركة الملاحة في المضيق. السؤال الثاني، ما أهمية مضيق هرمز؟ أهمية سهلة جدا، إنه خمس تجارة النفط في العالم من هذا المكان، 20% من تجارة النفط في العالم في هذا المكان. فلما النفط يقل ب 20% معناه ارتفاع كبير جدا جدا في أسعار الطاقة في العالم. يبقى ده الموضوع الرئيسي، إن هذا الممر اللي هو عرضه 50 كيلو وعمقه 60 متر اللي هو مضيق هرمز، لو اتقفل بنتكلم على 20% من تجارة النفط في العالم قد ألغيت تماما. الأمر الثاني بقى، إنه مش بس إيران تضرر، وإنما الكويت وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، كل الدول تضرر، وكذلك العراق، لأن كل هؤلاء مستفيدين من حركة الملاحة في مضيق هرمز. السؤال الثالث، ما هي الحلول أو البدائل لهذا الأمر؟ طبعا في تفكير في حلول وبدائل. الإمارات مثلا بتفكر لو تم إغلاق مضيق هرمز يطلع النفط من أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة، وبالتالي يبعد عن الصراع أو لو في اشتباك مسلح في مضيق هرمز أو إغلاق المضيق، يبقى هم يمشوا من جهة الغرب من أبو ظبي إلى الفجيرة. في كلام إنه السعودية أو بديل، السعودية تصدر من الشرق إلى ينبع. في طريق ثالث، السعودية تصدر من الشرق إلى الجنوب المكلة في اليمن. يعني حبينا نتصور هذه الخطوط الهندسية، إن إيه اللي ممكن يحصل لو تم إغلاق مضيق هرمز. لو مضيق هرمز شرقا هنا، مضيق هرمز شرقا هنا، تم قطع هذا المضيق وتلا حركة بقى الملاحة كلها اتقفلت، لو تم خلاص شطب هذا المضيق اللي هو مضيق هرمز، إيه الحل؟ والدول دي موجودة على هذا الساحل بتصدر بهذه الطريقة. في كلام بالنسبة مثلا للإمارات، هتصدر من هنا من أبو ظبي، لو قلنا إن هنا أبو ظبي، هتتفادى بقى مضيق هرمز. هو المسافة مش كده بالظبط، هتكلم إنه تتفادى بقى الموضوع ده كله وتنزل إلى الفجيرة على الخليج العربي. لما تنزل تتفادى كل الدوشة اللي موجودة في هذا الاتجاه. لو شكل هندسي تاني، السعودية، الأبار السعودية الشرقية هنا برضو عنده مضيق هرمز، هي نفس الكلام اللي احنا قلناه. طب يتفادى ازاي؟ عنده حلين، يروح المكلة في اليمن، يمشي كده هنا المكلة في اليمن، يبقى عدى برضو الدوشة اللي بتكون موجودة هنا، او يمشي كده الى ينبع ويطلع من هنا على قناة السويس ويطلع إلى أوروبا. ده معناه إيه؟ معناه إن النفط لو جه من أبو ظبي، تالي كل دول الخليج إلى أبو ظبي، ثم الأنابيب من أبو ظبي إلى الفجيرة، وهنا يبقى وصلنا إيه؟ على المحيط الهندي، نكمل بقى على باب المندب قناة السويس، أو السعودية على طول على البحر الأحمر قناة السويس، أو السعودية على اليمن برضو تاني بحر الأحمر قناة السويس. ده معناه ايه؟ معناه ان قناة السويس في حال اغلاق مضيق هرمز هتبقى اكثر انتعاشا، نتيجة انها تكون حركة السفن كتيرة جدا ممكن تتجه بهذا الطريق اللي احنا قلناه، من ينبع او من المكلة او من الفجيرة. لكن البعض يقول لك ده كلام مش دقيق، لانه اصلا هي الحركة موجودة اساسا بسهولة مع مضيق هرمز، وبالتالي الحركة مش هتزيد، بالعكس ممكن تتعطل، ومش ممكن يكون في بديل أقوى من الأصل. مش ممكن البديل بتاع المكلة أو الفجيرة أو ينبع يكون أكتر من حركة التجارة الأساسية اللي هي 20% من نفط العالم، وبالتالي ممكن يحصل العكس، إن تقل السفن الحاملة للنفط اللي تمر من قناة السويس. وجهتي نظر، إنما المؤكد إنه قناة السويس هترفع تاني مستوى التأهب في باب المندب، لأن هيكون ده المحل الوحيد الرئيسي لنقل النفط السهل من الفجيرة إلى باب المندب، أو من المكلة إلى باب المندب في حال إغلاق مضيق هرمز. هنا بقى نأتي للصين. الصين عندها قاعدة كبيرة جدا دلوقتي عسكرية وبحرية في باكستان،
500 كيلو من هرمز، مسافة صغيرة جدا، 500 كيلو من مضيق هرمز يوجد الجيش الصيني في باكستان في قاعدة بحرية. أيضا في جيبوتي قرب باب المندب أو على باب المندب توجد أيضا قاعدة صينية. يبقى إذن الجيش الصيني موجود 500 كيلو من هرمز وموجود على بعد أميال قليلة جدا من مضيق باب المندب الذي يؤدي إلى قناة السويس. يبقى إغلاق مضيق هرمز هيؤدي إلى إن إيران ممكن تنتهي اقتصاديا، دول الخليج عندها صعوبات ضخمة جدا، ممكن تجد بدائل، البدائل دي هترفع الضغط على باب المندب وعلى قناة السويس. باب المندب في هذه الحالة لازم تكون الدول الكبرى موجودة لحمايته، لأن لو أغلق مضيق هرمز لازم يكون هذا الباب مفتوح باستمرار، لأن الحركة تكون أساسية من قناة السويس. إذن في كل الأحوال بقت كل الطرق تؤدي إلى جيبوتي. يبقى جيبوتي هذه الدولة الصغيرة اللي مساحتها 23,000 كيلومتر مربع، لكنها دلوقتي بحكم الموقع دولة جيوسياسيا من أقوى الدول في إفريقيا. هنا بقى قوة الجغرافيا، قوة الموقع، الكل يريد جيبوتي، وكل الطرق الجيوسياسية تؤدي إلى جيبوتي، سواء طريق الحرير الصيني اللي هو حزام واحد طريق واحد إلى جيبوتي ثم إلى إفريقيا، سواء حماية باب المندب يبقى جيبوتي، إغلاق مضيق هرمز يبقى جيبوتي، مقاومة القرصنة في المحيط الهندي جيبوتي، الانتشار في إفريقيا من شرق إفريقيا جيبوتي. يبقى إذن أصبحت القوة، قوة الجغرافيا السياسية لجيبوتي قوة مهمة للغاية، وده بيبان من تزايد القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي. كان الأول في قاعدة فرنسية فيها 5,000 ضابط وعسكري، إنما دلوقتي في قاعدة يابانية، في قاعدة صينية، في قاعدة أمريكية، في قواعد كتيرة في جيبوتي. جيبوتي لها مشاكل مع الجيران شوية، مع إثيوبيا، مع أريتريا، فهي شايفة إنه هذه القواعد بتعمل حاجتين. الحاجة الأولانية عائد مالي، إن إيجار قاعدة زي القاعدة الأمريكية 60 مليون دولار سنويا فمصدر للدخل، إنه الصين هتستثمر 15 مليار دولار علشان يبقى لها قاعدة عسكرية كبيرة موجودة في جيبوتي، فالقاعدة العسكرية في جيبوتي مصدر للدخل القومي. الأمر الثاني، لما العالم كله يتجمع في جيبوتي يبقى العالم كله عنده مصلحة في حماية جيبوتي، يعني توريط العالم في حتمية الدفاع عن الأمن القومي الجيبوتي. جيبوتي دولة صديقة وشقيقة وعضو في الجامعة العربية، والموقع بتاعها خلى جيبوتي الآن محط أنظار جيوش العالم وسياسي العالم، وبقت كتير جدا من الطرق في الصراع الدولي تقود إلى دولة جيبوتي. إذن حتى مضيق هرمز في حال إغلاقه يضاعف المكان الجيوسياسية لدولة جيبوتي الشقيقة. في شرح وتفسير ما ذهبنا إليه هنشوف تقرير سكاي نيوز اللي قدرت تصل إلى قلب مضيق هرمز وتصور التقرير التالي. وهذا تقرير محطة روسيا اليوم حوالين تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز. 70 مليون مشرد في العالم كلهم من المسلمين. للأسف الشديد إن أرقام المشردين في العالم لهم النازحين واللاجئين بتزداد يوما بعد يوم، يعني 2017 عن 2016 3 مليون نازح ولاجئ جداد. نازح اللي هو بيسيب بيته ومدينته ومنطقته لكن جوه الدولة، يعني مثلا لو في سوريا يبقى ساب حلب لكن ما سابش سوريا، إنما اللاجئ اللي ساب الدولة السورية كلها وراح مكان تاني في أوروبا أو في آسيا أو في أي مكان. يبقى إذن النازح هو الذي بلا منزل ولا مأوى لكن داخل حدود الدولة، اللاجئ اللي هو بلا منزل ولا مأوى خارج حدود الدولة، والاثنين بلا منازل وبلا بيوت وبلا حياة، سواء قاعدين في خيام أو ماشيين عبر البحار بيحاولوا يصلوا إلى مكان، أو قاعدين مشردين في أي مكان في العالم. الرقم ده في العالم طبق الأمم المتحدة 68.5 مليون سنة 2017، بنتكلم على 70 مليون إنسان، رقم خرافي جدا.
إنما المدهش إن كل هذا الرقم تقريبا، ولما نقول كل مش معناه كل بالعدد، ممكن يكون في أقلية من غير المسلمين، إنما الأغلبية الساحقة من 70 مليون مسلمين، اعتبر إن كلهم من المسلمين. خمس العدد ده، الخمس لوحده فلسطينيين، بعد كده الأفغان، السودانيين، الصوماليين، الأقلية المسلمة في بورما، دول الخمسة الكبار في 70 مليون كلهم مسلمين. يعني حتى في بورما يبقى الأقلية المسلمة، أفغانستان، فلسطين، السودان، بنتكلم على أغلبية مسلمة في هذه الدول. إذن أرقام مخيفة جدا تتمدد يوما بعد يوم. أعداد النازحين 40 مليون، أعداد اللاجئين 30، يبقى 30 زائد 40 يساوي 70. العالم كله حوالي 7 مليار نسمة، معناه أن 1% من سكان العالم مشرد، إما نازح وإما لاجئ، ده غير المشرد الفقير. هنا كلمة مشرد نستخدمها للتعبير فقط عن النازحين أو اللاجئين، لكن في ناس أصلا مشردة ما عندهاش بيوت، مش محسوبين من بين هذا الرقم. نتكلم على الناس اللي هم لأسباب تركوا أوطانهم أو تركوا مدنهم أو تركوا ديارهم. نتكلم على 40 زائد 30 يساوي 70، من 7 مليار يعني 1%، يعني من كل 100 بني آدم في العالم في واحد فيهم مشرد، إما نازح أو لاجئ. لو استمر هذا الوضع ده معناه العالم بيواجه كارثة إنسانية كبرى. من المذهل وما يوجب التوقف أن كل اللاجئين وكل النازحين من المسلمين للأسف الشديد. التعدين في الفضاء ثروة تقدر بستة وراءها 20 صفرا. بنتكلم على ثروة مذهلة في الفضاء. العالم المتقدم عدى فكرة غزو الفضاء، يعني خلصنا موضوع نعمل مركبات فضائية، صواريخ تصل الفضاء الخارجي، كل ده عديناه من زمان. الكلام دلوقتي عن الاستثمار في الفضاء، إذا يتحول الفضاء مش مجرد ثقافة ومعرفة، وإنما إلى اقتصاد وإلى موارد. دلوقتي في حكومات وشركات تتنافس على الثروة الموجودة في الفضاء، سواء الثروة اللي في القمر أو الثروة التي في الكويكبات اللي بتمر قريبة من الأرض. هذه الكويكبات موجود فيها ألماس، موجود فيها ذهب، موجود فيها فضة، موجود فيها حاجات كتيرة جدا ثمينة، وكذلك في القمر. إزاي ممكن بقى بدل ما الناس بتحفر بإيديها في بعض الدول عشان تطلع ذهب، دلوقتي في التفكير في الحفر في الكويكبات وفي القمر من أجل الحصول على ثروة معدنية. الجارديان البريطانية بتقول، صحيفة الجارديان، إنه شركات دلوقتي بتشتغل بقوة على هذا الموضوع. شو بقى إحدى الشركات طبقا للجارديان، شركة أمريكية، بتفكر إزاي؟ هم هيصمموا مركبات فضاء صغيرة سريعة جدا، تروح تعمل عملية الحفر والسطو وترجع زي الطيار بدون طيار. أسراب أسراب من المركبات الفضائية الصغيرة تنزل على القمر، تنزل على الكويكب، تنهب ما في داخله وترجع. ترجع فين؟ ترجع على مخزن فضائي، هيتعمل مخزن كبير جدا في الفضاء بين القمر وبين الأرض، في منطقة ما بين القمر والأرض هيتعمل أكبر مخزن فضائي. المركبات دي تروح تاخد الثروة ديت وترجع على المخزن الفضائي، والشركة المالكة أو الدولة المالكة للمخزن الفضائي هتبيع منه للشركات والحكومات. يبقى اللي عايز يشتري مثلا ماس بكمية كذا أو ذهب بكمية كذا أو يورانيوم بكمية كذا، هيروح للشركة أو الدولة هتقول له تمام، لما يستقر هذا الكم في المخزن الفضائي هنسلمكم. يا التسليم في الفضاء، تاخد من المخزن الفضائي عبر مركبة فضائية، أو التسليم في الأرض، يبقى وصال من الكويكب أو القمر أو المخزن الفضائي إلى المنطقة الأرضية الدولة اللي موجودة فيها. بنتكلم على شيء كان خيالا لم يعد خيال. الشركات دلوقتي تستثمر ودفعت أرقام حقيقية من أجل أنها تحصل على هذه الثروة الطائلة. تقدر بكام مبدئيا؟ تقدر بستة، وبعدين بقى على يمينها 20 صفر. لو اتوزعت على كوكب الأرض يبقى نصيب كل إنسان رقم خرافي جدا، 100 مليار دولار. لكن ده ما حطش في الحسبان أن أنت لما يكتر الذهب
تكتر الفضه يكتر الماس في هذه الحاله هيرخص سعره جدا جدا. انما هذا الرقم طبقا للاسعار الحاليه للمعادن لو هذه الكميه جاءت من الخارج بنتكلم على ثروه خرافيه لكوكب الارض. في كل الاحوال الاقوياء والاذكياء لا يفكرون فقط في غزو الفضاء وانما في الاستثمار في القمر والثروه المعدنيه في الكواكب الاخرى. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.